نتواجد بالقرب من منطقة البيدر جنوب غرب مدينة غزة، وفي هذه المنطقة نرصد وصول أول سفينة محملة بالمساعدات الإغاثية إلى سكان قطاع غزة. هذه السفينة انطلقت قبل أيام من ميناء لارنكا في قبرص، ووصلت في هذه اللحظات إلى شاطئ البحر في منطقة البيدر جنوب غرب مدينة غزة، وستعمل على إدخال المساعدات كدفعة أولى إلى الميناء البحري الإنساني الذي أنشئ بسبب شح عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر الممرات البرية، وعرقلت الاحتلال الإسرائيلي إدخالها بالشكل الكافي. هذه السفينة تحمل على متنها نحو 200 طن محملة بالمواد الغذائية، وسيشرف على توزيعها في قطاع غزة منظمة المطبخ المركزي العالمي. بالنسبة للجهات الحكومية المحلية في قطاع غزة، قالت أن الأجدر من هذه الخطوة هو الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات عبر المنافذ البرية معروفة في قطاع غزة، وهي معبر رفح البري إضافة إلى معبر كرم أبو سالم، وأيضا الضغط على الاحتلال إدخال هذه المساعدات إلى مناطق شمال قطاع غزة الذي يعاني من مجاعة نتيجة عدم وعرقلة عملية إدخال المساعدات، مما سبب مجاعة في تلك المناطق وأزمة غذاء، وأدت بطبيعة الحال إلى وفاة العديد من الفلسطينيين، معظم هؤلاء من الأطفال. شروق شاهين، تلفزيون سوريا، منطقة البيدر جنوب مدينة غزة.